أن يطلب الزوج من زوجته أن تقرض مالاً أو تحضر له وجبة العشاء، فهذا أمر يدخل ضمن البديهيات. لكن ماذا لو طلب أمراً غريباً؟ ما فعله زوج مصري مع زوجته خلق ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، فما الذي طلبه منها؟ الزوج طلب من زوجته بيع كليتها من أجل أن يشتري عربة توك توك المعروفة كوسيلة للنقل في مصر. تفاجأت الزوجة بهذا الطلب من زوج تزوجته قبل 10 سنوات، أنجبت منه 3 أطفال، وعلل طلبه بأنها لا تعمل ويمكنها أن تعيش بكلية واحدة دون أدنى مشكل. الزوجة لم تستجب لطلبه ورفضت، فما كان من الزوج غير تطليقها غيابية. لكن الصورة الكاملة اتضحت بعدما اكتشفت نية الزوج الخفية وراء الطلب، بعد أن تصفحت هاتفه النقال لتكتشف أن رغبته في الزواج بأخرى كانت هي السبب الرئيسي، فما كان منه غير فك رابطة الزوجية قبل أن تلجأ إلى القضاء لمطالبته بحقوقها.